السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو أنا عندي البايب وعايز أعمل لها سبورتات، فممكن أجي هنا من البايب سبورتس وأقول له كرييت، يطلع لي قايمة أبدأ بأختار شكل السبورت اللي أنا عايزه، مثلا حاجة بالشكل دوت، حاجة بالشكل دوت، أو مثلا دوت أو ده، أقول له أوكي وأبدأ أختار الماسورة اللي أنا عايزها بالشكل دوت. تمام، تطلع كده. تقدر تعمل سيلكت على السبورت دوت وتعدل في الخصائص بتاعته، سواء ان انت تحركه بالماوس، او ان انت تعمل كنترول 1 تدخل في الخصائص بتاعته وتبدا تعدل في القيم بتاعته. هتلاقي دي صوره وبيقول لك ان انت مثلا الدي اللي هو الجزء دوت اللي هي المسافه دي، والال تمام، تقدر تغير القيم من هنا من الدايمنشن يغير لك الشكل ده على طول. هتلاقي برضه كرييت مثلا ان انت ممكن تلاقي السبورتات بالشكل دوت، بحيث ان انت هتعلقها في السقف حاجه مثلا بالشكل دوت. كل اللي انت عليك ان انت تختاره، وبعد كده تختار كده، وبعد كده السبورت دوت تقدر تغير مقاسه بحيث ان هو يبقى اتاش او يبقى لازق في السقف على طول، تمام بالشكل دوت. او ممكن تيجي هنا من التول باليت، تمام، وهتلاقي بايب سبورت، تقدر تختار اي واحد فيهم وتختار وتبدا تحطه بالشكل ده.